حول ولا قوه الا بالله. البودره دمرت الشباب. ما تحطش في بالك يابا، المهم انك ربيت ولادك احسن تربيه. لا يا ابني، ربنا يبارك لي فيك انت واختك، انتوا النعمه اللي اداني ربنا. بس انا صعبان عليا شباب البلد، بودره الثلج دمرت اجيال. بذمتك دول المستقبل، دول هيبقوا مستقبل. البودره دمرت شبابك يا بلد. حول ولا قوه الا بالله. اللي الواحد شايفه ده معلم، عايز سندوتش معلم. بطل ده ايه ده يابا ده؟ انت مش بتسمع يقولوا واحد بيشرب بودره وواحد غرقان في البودره؟ هو ده الغرقان في البودره. ودي اخرتهم ايه دول يابا؟ تسلخات والعياذ بالله. قوم بقى غور من هنا. يلا هتغور من هنا يا يلا يا. ايه ده؟ بس ايه يا حاج ده؟ ايه اللي عرفك بالبودره والكلام الكلامت ده؟ لا ما ابوك كان شقي ياض يا ميشو. من زمن الزمن كنت قدك كده. ايام ايام يا ميشو اشتغلنا انا واصحابي ببودره التلج وبودره العفريت، سدد لنا مليونات وعملنا فلوس ملهاش عدد ولا حصر، لحد ما في 24 ساعه خربوا بيوتنا وفلسونا. ازاي يابا؟ دخلوا لنا بقى نزلوا الزيوت والكريمات وقعدنا احنا نولول زي الحريم. بس الحمد لله ربنا ايه ختم لنا بالحلال، وربنا يبارك لنا في ايه؟ في الخشب. في ايه؟ الخشب. يلا ننزل مغلق الخشب. يلا يابا. اسمع كلام ابوك يا ميشو، خليك واد فروت. الحكايه كلها والبيزنس كله في الاخشاب يا ابني. سيبك من الكلام الفاضي اللي بيعملوه في الناس، دي الفلوس زايله. المراكب بتتعمل من ايه؟ من الاخشاب. السقوفه دي بتتسقف بايه؟ بالاخشاب. الابلكاشه دي تنتمي لايه؟ للاخشاب. يلا بقى ننزل المغلق وربنا يبارك لنا. يلا كلمه السر يابا. صدق ابوك باين عليه كبر يا ميشو. معلش افتح يا باب، احنا الاحباب وتجارتنا هي الاخشاب. تعالى يا عم. تعالى يا حاج. ان شاء الله. تعالى. مين حبيب بابا؟ ميشو. مين روح بابا؟ ميشو. ربنا يباركلك يا ميشو. نور يا معلم. عامل ايه يا قاد؟ كله تمام. شد حيلك، طبخها وطبخها كويس، ناشف ايدك وما تبلش تاني. عامل ايه يا هارنور؟ خدامينك يا معلم. يا ريت تكون العلامه اللي في وشك دي بقت درس وبطل الداء القديم. انا خدامك يا معلم، ما اقدرش. انا عارف، ما انا عارف. وريني. ايه دي ياض؟ ها؟ دي استباحتي يا معلم. استباحتك؟ بتستبح بكل دي؟ ما شاء الله، هعديها لك. الفرش عامل معاك كام قطه؟ 25 يا معلم. 25 بالظبط؟ اه 100 100. انا اهم حاجه عندي الميزان والدقه في الميزان. يا رجاله لازم تفهموا ان سمعتنا هي سر استمراريتنا. بس المره الجايه عايزه 28، عايزين نكسب. ها؟ اوامرك يا معلم. يا ابويا انا كل يوم اتعلم منك حاجه جديده. واحد غيرك كان يقول لهم عايز في الفرشه 30 40 قطه. لا انا عايز افهمك حاجه، الحنيه في الشغل تطول العمر وتكسب، القسوه تجيبنا ورا. مين اللي سبب الصبه دي؟ انت يا معلم. تسلم الايادي، تسلم الايادي. نقصها 10 سم. فهمت يا حبيبي؟ فهمت يابا. والاهم من ده ومن ده عايز اقول لك نصيحه، افهمني بقى، ابوس ايدك، ابوس ايدك، خليني افرح بيك. ها؟ خليني افرح ايه؟ ياض عايز ادب ايدي، ايدي توجعني، ايه الرهرطه دي؟ انشف بقى. ياض عايزك عود خرزان. اسمع نصيحه تاخدها من ابوك محدش تاني هيقولها لك. طول حياتك اوعى تامن لحد مهما كان. زي مين يا حاج؟ زي صرصر ابن خالتك وحبيبك. افتح. اتفضل. صرصر؟ ايوه. انزل يا ياض، انزل يا خاين يا كلب. اقفل. صرصر افندي مرشد للحكومه وبيرشد على مين؟ على المعلم ابراهيم العقاد. شفت؟ اوعى. شفت النسيبه؟ شفت الوكسه اللي احنا فيها؟ بترشد على مين؟ على رباك وجوز اخوانك. يعني ايه؟ يابا ده ايوه جوز حنام. حنام؟ حنام ايه؟ انت فاهم حاجه قبل حنام؟ فاهم ايه يابا؟ وكان ايه لازمته الشريط اللاصي؟ حرمت عليك عيشتك يا خاين العيش المال. قول لي يا عم وسع. خلاص انا عشان خاطر امك وامه والله كنت ناوي شويه على النار، بس خلاص سماح، انا مش هقتله. اصيل يابا. بس هذبحه. ايه رايك؟ بصراحه يستاهل. وي 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 كده 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 وي كده. انت قاعد يا زفت. امرك يا معلمي. يلا خد الحته دي قطعها وشفيها وعبيها في كاس وبعتها لي على البيت. امرك يا معلم. على انهي بيت؟ البيت الكبير. يلا 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 يا خاين.
اكتر حاجه اكرهها الخيانه، اكتر حاجه. الله نور يا كباس، اضغط اضغط، ما عندناش وقت، العربيات جايه بعد الساعه. ياض عايز امسك عظمه، الله يخرب بيتك. اسمع كلام ابوك، انت ياض اللي هتشيل كل حاجه من بعدي، والحاجه دي محزناني قوي. ياض اجمد بقى واسترجل. اهو يابا، ثلاث حاجات ما تقربش منهم في حياتك. ثلاث ايه؟ حاجات. اول حاجه ضابط المباحث. ضابط ايه؟ المباحث. تاني حاجه المرشد، لان المرشد بيقول لضابط المباحث. ثالث حاجه البيتزا. البيتزا هي اللي عامله الرهرطه والبلاوي اللي انا شايفها. خلاص يابا فهمت؟ فهمت. ربنا يبارك لي فيك يا ابا، ربنا يبارك لي فيك يابا. انا كلامك ده حاطه ستاتوس على الفيسبوك. حاطه ايه؟ ستاتوس على الفيسبوك، وكل ما افتح اللاب اقراه. حطيتني واد على الفيسبوك والستاتوس؟ امال يابا حطيت امك ولا لا؟ عشان بتزعل وتجيب. طبعا يابا. حط عمتك عنياد بالمره، ودي حاجه تفوتني. ربنا يبارك لي فيك يا ابني وفي الستاتوس بتاعك. كبرت ياض، ياض كبرت. تعالى في حضني يا ابن عمري. ياض مش عارف اقفل ايدي عليك، الله يخرب بيتك. كله من خيرك يا حاج. خير ايه؟ 600 كيلو وتقول لي خيري؟ ده انتوا خلصتوا خيري، يخرب بيوتكم. يلا رجاله شدوا حيلكم. يابا مش هتجيب لي الفيسبه اللي نفسي فيها؟ فيسبه؟ فانا بقى لي ساعه عمال اديك نصايح، ودخلتك المعمل الخاص بتاع الرجاله وتقول لي فيسبه؟ الله يخرب بيتك. اطلع عنه من هنا. خلاص يا ما تدخلش معايا المخزن. خلاص يا فيسبه يا ابن الهايفه ده، ما تشتغل يا ورده. بنت يا ورده. ايوه يا حاج. امر سخني لي الكارع اللي فايت من العشاء. عينيا، قررت تاكل كوارع؟ اه قررت. حاضر. يوه مال وقعت مني. ايه؟ ورق الطلاق. حلو قوي. بص بقى يا ورده، شغل السهوكه والخلاعه ده ما بيدخلش عليا. وبعدين عايز اقول لك على حاجه هتصدمك، امكانياتك مش ماشيه مع اهدافك. لا متهيألك يا حاج، كل اللي في المنطقه اعترفوا بامكانياتي. كلهم بيخدعوك يا ورده. بقول لك البضاعه وصلت؟ وصلت. قطعتيها؟ لسه. سلفنتيها؟ لسه. بعتيها؟ ابيعها ازاي وانا لسه لا سلفنتها ولا قرطنتها ولا قطعتها؟ ودي صوتك، ودي صوتك. بقول لك ايه؟ ايه يا حاج؟ أنا بقالي 50 سنة في السوق، سمعتي زي الجنيه الدهب عشان ملتزم في مواعيدي. أنا بقيت نمبر 1 في المخدرات عشان ما بأخرش الشغل. خش قطعي وسلفيني وجهزي البضاعة. يلا غوري. من عينيا، بس إياك يطمر. مش هيطمر. آه لقيتها. هي إيه؟ ورق الطلاق. ياهاهاها سليحة. يا إخواني اسمها المجنونة دي، حاول أقول لك قوة إلا بالله. بابي يا سيبابي حبيبي يا بابي. عايز ايه؟ في واحد برا. خلاص عايز اكل. في واحد عايز يقابلك برا دلوقتي حالا. ده اسمه ايه ده؟ اسمه مدحت. وبتاع ايه مدحت ده؟ عايزني في ايه؟ ده عريس جاي يتقدم لي. ويجي كده فجأة كأني كريمية، ما يعرفش ان انت بنت الحاج العقاد. اقول ايه؟ اقول ايه؟ الولد ده مش متربي. هتقولي هتقولي انا اللي هربيه. ايه نظامه الجدع اللي واقف بره ده؟ نصاب ولا ايه؟ عاين وشوف وقول. عاين وشوف، هي لسه فيها معاينه؟ هيترفض؟ ما عنديش انا جواز دلوقتي، البنت لسه صغيره. ترفض ايه يا حاج؟ عاين الاول، ما تتنكش قوي كده. استغفر الله العظيم يا رب. قابل يا حاج. كبسه ساكت يا حاج. ايه؟ حاج ايه؟ انا مش عارف الف. لا لف يا حاج. وربنا ما قادر الف. لا انا لففك، انا لففك يا حاج. انت هتوديني فين؟ انت هتسلميني يا ورده؟ يا حاج انت هتسلميني يا حاج. اتعامل اتعامل يا حاج. اتعامل مع ايه؟ استلم انت بدل هو ما يستلمك. خايف تكون البنت عرفت عننا حاجه وعايزه تسلمني. لا ما تقلقش يا حاج. يلا اهلا وسهلا. اهلا، ما تخدمنيش، الاذن الوسطى بتخليني مهزوز يا ابني. اهلا 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 اهلا. خاتو عزيزه، هو ده الاخ اللي قلت لك؟ اهلا. يبقى مات؟ هو ده مات. تحت امرك يا سعاده الباشا. اهلا بيك يا عمي. اهلا وسهلا، اتفضل استريح. اتفضل يا سعاده الباشا. لا هنا 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 اقعد، او جرب هنا ما تقعدش جنبي. يلا 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 شوف اللي وراك. يلا قطعي قطعي ولفي وظبطي. عيني عيني اللحمه، تقطعي اللحمه. اه 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 اه
اتفضل. ارجو اني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يا عمي. من يوم ما بدانا في الكار وقالوا لنا اللحظه بتيجي مره واحده. ربنا يستر. اهلا اهلا اهلا. كلمني عن اسرتك وعن نفسك. انا رائد في مباحث المخدرات يا عمي. يا حاج معلش يا ابني، بس الاذن الوسطى بتخليني ارمي شمال. ربنا يكفيك شر المرض. اقعدي اقعدي. ارجو اني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يعني. لا يا اخي، ما قلنا لك في اي وقت اهلا وسهلا بيتك. خطوه عزيزه، كلمني عنك وعن اسرتك. احنا عيله ليها باع كبير قوي في الداخليه. ليها ايه؟ باع كبير قوي في الداخليه. اهلا وسهلا. والدي يبقى مساعد اول وزير الداخليه. زهرات يا ورده. وعمي يبقى مدير امن جيزاء. صوت يا ورده. وجدي اللي قبض على ريا وسكينة، لو تفتكر حضرتك في الفيلم. ما اتفرجش على الافلام. وجوز خالتي يبقى رئيس مباحث امن الدولة. حق ايه؟ حق يلا يحرق الحق واللي جابوا الحق في يوم واحد. ده ختمها لي ختمة وحشة لما مؤاخذة يا ابني. الاذن الوسطى بتخلينا اخرف. شديني يا حضرة الظابط. ان شاء الله. اقعدي. الله على النسب يا ورده. ارجو اني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يعني. زهقناش بقى يا سعاده الباشا، ما قلنا لك اهلا بيك. سلفنتيها في سلفان احمر. ما لقيتش احمر، حطيتها في اخضر. ياكل؟ لا 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 ما ياكلش. سلفنيها في ازرق ونزلي السعر. حاضر. يلا انت عارف اللحمه والغلابه. اهلا يا حضره الظابط. امورنا يا اخويا. انا جاي اتقدم لطلب ايد بنتكم المصونه. وجوهرتكم المكنونة. انت هتقول لي قصيدة شعر؟ من هي ايلالي؟ اهلا بيك. اهلا وسهلا. علم وجاي يا ابني. انا مضطر استأذن يا عمي، ندائي الواجب. خير يا حضرة الظابط. في تاجر مخدرات بدور عليه بقالي شهرين، واخيرا عثرت عليه. مطلوب مني ايه يا قوم؟ لقيتوه فين يا حضرة الظابط؟ أكبر تاجر مخدرات في الزاوية الحمراء. ديكليل؟ معلش معلش، أصلها رقيقة أوي بتزعل لما الناس تتحبس. هنخرجه هنخرجه. فرفش فرفش فرفش. عجيبة، هو حضرتك تعرف عبد الجليل؟ أعرف عبد الجليل منين؟ أنا سمعت اسمه في الجهاز. هو لسه في تجار مخدرات في البلد؟ يوه يا عمي، دول كتير أوي، زي البق في البطانية. بس بشرفي انا ايهم بقى ابعد يا حاج لحسن هيرجع عليك. ايه رجع ايه في الليله السوده دي؟ ربنا معاك يا ابني وطول في امرك. نتشرفنا بيك، وسلم لي على والدك. يوصل يا عمي. الله يخليك. بعد اذنك. اتفضل، ده يوم المنى انك تشرفنا تاني. وصلي ساعه الباشا ورد. يا باشمهندس. ايوه. طارت منك وانت واقف على الباب بره. هي ايه دي؟ الدبوره اللي كانت على كتفك. بتهزق يا عمي. لا لا استغفر الله، تعبانه ست غلبانه. مع السلامه. مع السلامه. انت بتشاوري له وفجاه بتشاوري له؟ انت عايزه ايه؟ انت عايزه تحبسيني؟ ايه البلوه اللي انت جايبها لي دي؟ انت عايزه تسجنيني؟ انت مش عارفه ان ابوكي بيشتغل في الاخشاب، وساعات الخشب ده بيبقى فيه شويه منه مسوس يعني. عايزه توديني بداهيه؟ اخوك المسجل ده هو واصحابه لما يطلعوا يلاقوا البلوه ده هنجرى لهم ايه؟ على طول ما انت متجوزاه. استر عليها يا حاج. استر عليها ليه؟ هو حصل ايه؟ اوعى تكون هبل يا بنت. مش هحبه يا بابا. مش هيار امك ورحمه امك ما تتجوزها. بص بقى يابا، هتوافق على مدحت خير وبركه، مش هتوافق وحياه امي اللي هتجوزه واهرب بيه. الله الله، تتجوزيه والله وتولنا على الكراسي وبقينا نزعق. لا تعالي بقى افهمك الصح. ما تنسيش بقى يا حلوه ان انا مضيك على وصولات امانه، وممكن احبسك دلوقتي. لا ما حصلش. لا حصل. لا فاكره الاستمارات اللي مضيتك عليها بعد الثانويه العامه بتاعت التنسيق دي؟ كانت وصولات امانه، وماسك عليك السيديهات وماسك عليك الصور، يعني ممكن افضحك في اي لحظه. يلا على اوضتك. يلا. انت شبهت لما تخش اوضتك انا مروقاها. اوعي تعكش السرير. تكنيله بنت رخمه. اليوم المهبل ده نعمل ايه في المصيبه دي يا ورد؟ اخلص منها واقتلها. اقتلها؟ يعني ما دخلتش السجن في المخدرات، اخش في قتل بنتي؟ يا نهار اسود. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا شايلها للواد اخوها يغرق في داهيه هما الاثنين. اقعدي خلينا نكمل الكوارع. عينيا. اكل معاك كوارع؟ طبعا. اقعدي. انا
انا مش تعبان عليها الا حاجه واحده. ايه لهبل ابن لهبل ابو ريال اللي هيتجوزك. ده هيتهنى يا حاج بعد امر طويل ان شاء الله. اشربي اشربي. يا نهار اسود ضابط شرطه يا اخوان. يا افضل تتعلم الواحد مبقاش فاهم حاجات كتير بتحصل في الحته. ورده للصنف النظيف. في محلات بتفتح في الحته من غير ما نعرف جهازه ليه. بس هنعرف هنعرف. بقول لك ايه يا عم الاسطى؟ ايوه معلم. الف مبروك يا سيدي. انا بتاع مين المحل ده؟ المعلمه ورده والشماعه اللي معاها. معلمه ورده وفي معلمه اسمها ورده من غير ما نعرف. ورده مين يا ابني؟ معلمه ورده يا معلم. مين المعلمه ورده؟ خدامتك يا معلم. بنت ورده الخدامه اللي عندي؟ الله الله الله. والشماعه اللي معاها؟ مين اللي اشترى البيت ده؟ المعلمه ورده والشماعه اللي معاها. بان عليه شماعه معتبره. ده بان عليه شماعه وابوه شماعه وعيلته شماعات. حلو. البنت برضه وقعت واقفه شكلها. وهي فين المعلمه؟ منتخه فوق شويه. خليها منتخه مش شاكلين اصلا. تعال شمشاه. الله يخليك يا معلم. تعال خد لك مارينا خشب. الله يخليك يا معلم. الله يبارك لك. المعلمه ورده والشماعه. اما نشوف. ما هو الشماعات كتير دلوقتي. عيال ملهاش رجاله تربيها. دستور. الله ده كلام صحيح بقى. انا قلت الواد السماعي بيخرف وقلت هطلع على ورده كده ولا ورده كده. ده طلعت البنت ورده الخدامه اللي كانت بتشتغل عندي. سبحان العاطي الوهاب. سفره بعد ما كنت بتزغرطوا انت واهلك على الطبليه وستاير وقيمه. الله 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 الله. جرايه ورده منين ده كله؟ انت مالك يا عقاد؟ في ايه؟ داخل علينا بالحنجل والمنجل كده يا عقاد؟ قلتيها يا ورده؟ انا المعلم ابراهيم العقاد يا بنت. اوعي العين ما تعلاش على الحاجب يا ورده. اسكت. مش دلوقتي بقت تعلى وتعلى وتعلى لحد ما وصلت للقيمه. والنبي طبعا. ما كل ده بفضل البقف ابن البقف اللي عمل لك الهلومه دي. معلش نسينا نتعرف عليه. وجاب لك ايه تاني اللي فندي؟ ما بلاش يا عقاد. مفيش بلاش. لازم اعرف جاب لك ايه يا ورده. دكانه وشقه. ورده 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 وحشتيني يا ورده. يا ده اللي جابك البيت النبي. ايه اللي بيطلعك هنا؟ انزل على المغلق. كلمتين مع الكلبه ديت وهجيلك. يلا تعالى تعالى. انت عايزه يسيب بيته ويروح على فين يا عقاد؟ لو انت مشمش انت ميشو البقف ابن البقف. انت ميشو الشماعه الناطع ابن الناطع. ليه يا ميشو؟ ده انا منبهك قلت لك خلي بالك وحذرتك. مالكش دعوه بظباط المباحث ولا المرشدين. دي اخرتها. ليه يا ابني؟ انا عملت فيكوا ايه يا ابني؟ انا شقيت عليكوا وربيتكوا بالحلال. انت ميشو؟ ايوه يابا قلبي وما يريد. انت عارف ان ورده احسن واحده بتعمل بيتزا في المنطقه. بيتزا؟ طول عمرك عيال بكرش بتجري ورا بطنك. تبيع ابوك وعيلتك وناسك عشان بيتزا ولا عشان لبست لك الاحمر والاصفر وبلافيتك يا انطاره؟ الله يخرب بيتك وبيت اليوم اللي خلفتك فيه. وطبعا جبت لها الدكانه والبيت بفلوس النقط اللي قاعد قدامك. وطبعا اكيد حطيتها على الاستديوس اللي حطيتنا انا وامك وعمتك عينيات عليه. لا ما تقلقش خليته شالني من عليه. اصلي لقيته بيئه ولامم. خليته عمل لي هاشتاج على تويتر عجبتني قوي الحمامه. والهاشتاج ده مش كانت اختك اولى بيه بعد ما جوزها دخل السجن يا ميشو؟ ضحيت بعيلتك كل. مالك يابا؟ في ايه؟ وايه اللي جاب البحر هنا يا ميشو؟ بحر؟ مالك يابا؟ ساتر يا رب. كسرتني اختك كسرتني باليمين وانت كسرتني بالشمال يا ميشو. طب تعالى لما اجبسك. هيك هيك هيك. لا ابوكي هقرب. هيك ايه؟ هوبا قال الشلال الرعاش يا ميشو. يابا بتفقر ليه كده؟ قال الشلال الرعاش يا ميشو. ابوك بقى عبيط يا ميشو. وايه اللي عبطك يا ابني؟ هديت ابوك يا ميشو.
ابراهيم العقاد اللي كان شنبه بيهد الدنيا. راحت عليك يا شنب. كله اللي شنبك يابا. راحت عليك. ايه؟ مسك الشنب يا بيجي. ايه؟ يابا! ما قلت له بلاش يا عقاد. ايه يا ماما المواعيد دي؟ وحبهان ايه اللي انت عايزاه من هنا؟ مش فاهم انا. وترميات وناس قاعدة على القهاوي، بس جو حلو، جو ظريف. الله الله الله. عيني على اللبان واللي من اللبان. اهلا. ايه ده؟ في كده هنا؟ علي يا اختي اقعدي في القهوة بتاعتي. اتفضلي يا اختي. ما شفتيش انتي بقى حتتين القماش اللي انا جايباهم وانا جايه من لبنان؟ تحفه والله يا اختي. لو اخترتي حاجه من القماش ده يبقى يا سعدك يا هناكي. وديها يا رورو الحمام عشان نشوف الحاجات. اصل الحاجات دي بتتنازل. تعالي يا حبيبتي. يا كمان الشيشه. مساء الخير يا سي خميس، ازاي والدك؟ وقول له الف مبروك على موت والدتك. هو في حد اسمه خميس وانا بكلمه؟ لا فعلا لا، دي حيله رخيصه مني عشان اقول لك مساء الخير. عبد العال حسين عبد العال. اوه ايدي يا هاني. ولا انت حكومه انا؟ حكومه ايه؟ ما انا مالي، ما انا لابس ملكي. حكومه ايه يا هاني؟ ما هو انا لابس ميري قدامك. ارجوكي عليا النعمه لو طلعت حكومه ملاك دي يعني. لو سمحتي عندي مشاكل في الغضاريف، لو تكرمتي ده انا غلبان. شكلك ابن حلال. اقعد. من الاخر، من غير لا لف ولا دوران، عشان انا ما عنديش وقت. انا اول ما شفتك اتشدت لك وانجذبت لك انجذاب رهيب رهيب. هل من حقي اسالك بتشتغلي ايه ولا كده ابقى تعديت حدودي؟ لا نو بروبلم خالص، انا بقلب النسوان. اوه سوري، بتقلبي النسوان اللي هو التقليب زي الحركات؟ بقلب النسوان. بتقلبي؟ هايل هايل. عايزه اقول لك ان دي حاجه جديده في المجتمع ما حدش سبقك فيها. جو اهيد، ربنا معاكي. اصل انا بحب التقليب قوي. تحب تشتغل معايا يا عسل؟ لا اشتغل معاك ايه؟ انا عايز اقولك من اللحظه دي شغلك حاجه وحياتنا الخاصه حاجه تانية. يا مصيبتي، حياتنا الخاصه؟ لا بقولك ايه، انا بنت شريفه. اوه ما كسريش الصوره اللي انا عجبتني فيكي. انا حبيتك ان انت مش شريفه وماشيه شمال وبتقلبي النسوان. ايوه شريفه ايه بتاع ايه؟ خلينا في الشمال لو سمحتي. ممكن اتجرأ واقولك ان انا حبيتك؟ حبيتني؟ مجنون ده ولا ايه؟ طب انا اسمي ايه؟ انت تعرف اسمي اصلا؟ ما بالطبيعي كده، ده السؤال اللي جاي. اسم القمر ايه؟ سوسكا. عارفه يا سوسكا؟ قبل ما تتكي على ايدي وتفرميها حسيت اني عايزه ترقع صوابعي، رحت انت عاملاها، فحسيت ان دي اشاره اني اجيب ماما ونجي لكم البيت ونقول المراد. ماما؟ طبعا. بجد يا اخويا والنبي؟ طبعا. وقول لي بقى، هي امك دي بتلبس ذهب وصيغه وكده؟ اوه بتلبس دي كلها ذهب في ذهب، كله بقى عندها قطع ملابس ذهب. بابا كان جايبها لها من خزندار زمان. ذهب ماما عباره بمسمينها الست ذهب في الشارع. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. لا ده انت لازم تشرب حاجه والله. يا كناني. ايه اللي كل شويه كناني كناني ونيجي نسال على الخساب؟ تقول لي استني استني. انا مش يعرف ازاي انت بتهزم بقلبي كده وانت ليك ديون كتير. انت يا كناني انت جاي من انهي بلد؟ عبيط ولا ايه؟ ديون ايه؟ هي قاعده مع هوا ده كل الديون هتدفع وعليها البقشيش كمان. ايه ده؟ طبعا. انت غني؟ غني غنى انا ما اعرفوش، مش عارف حدود ثروتي لحد دلوقتي وصلت فين. بقول لك غنى رهيب يا كناني. قد البحر؟ قد اكبر من البحر. جميل كناني جميل، محلها الخواجه صغنون. هي بقى ليها ديون قد السما. بقول لك كله اتدفع وعليه بقشيش ليك وحلاوه. بقول لك اما نتجوز يا سوسكا نجيب كناني يبقى معانا في البيت يخدمنا في البيت. ظريف. حبيته حبيته حبيته. يجيبه ونعذبه. يلا يا كناني حجرين معسل واديله المعسل بتاعي. ما رديتيش عليا في موضوع الجواز يا سوسكا. زوجتك نفس زغروته يا كناني. كفايه كناني كفايه كناني كفايه كتير كده كتير. هي واحده وخلاص. خواجه ميرسي يا كناني. باين عليه غلس قوي كناني. هنعذبه؟ مش هنجيبه البيت ولا نشغله معانا، شكله رخم قوي. انا فرحان قوي يا سوسكا. خلاص فعلا فعلا، اذا كنت بضحك عليكي من شويه دلوقتي بجد انا هجيب ماما وهجي لكم البيت عشان اتشرف بالعيله كده. يلا يا ماما هنتاخر عيب. اهل العروسه قولوا علينا ما عندناش ذوق. بلا نيله، بس
مستعجل على ايه؟ دي جوازتي الندامه. جوازتي الندامه دي كلمه ام تقولها لابنها يوم فرحه. ميرسي قوي ميرسي يا شيخ. ايه ده؟ ده يقول له يوم نحس من اوله. فين النحس يا ماما؟ اليوم زي الفل. مش معنى ان انت وقفتي ساعه تعملي الباروكه ودايسه على الصابونه لازم تزعلقي. ايه علاقه الصابونه بالباروكه بالنحس؟ ارجوكي بقى يا ماما كده كتير ما تزعلنيش. اتفضلي حبيبتي. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. ايه التقطاط يا رب؟ ده الازاز بيكسر يا مريم. ايه ده؟ ده الدور اللي فوق بيقع يا ماما. في ازازات شقتنا اللي بتتكسر. ايوه صح. لا انا هطلع اموت في الشقه فوق. ده ما تموتي في العربيه اقرب على الاقل اسعفك. وبعدين ليه الموت والكلام ده يا ماما؟ اتفقلي بقى. اتفضلي حضرتك اتفضلي. انت اللي موترانه ومعصبانه. اليوم ماشي زي الفل. اتفضلي. مفكرين يا ماما نفوت على تسيب بس نجيب لهم طبق بسبوسه ولا حاجه؟ اتفضلي اتفضلي. انبسطي بقى انبسطي كده واتفقلي. ده فرح ابنك. يا نهار اسود ومنيل نسيت مفاتيح العربيه. نبي ما اطلع بسرعه جري كده هاتيها وتعالي. وانا اطلع اجيبها ليه؟ انا معايا نسخه ثانيه. تسلم ايدك تسلم فضل. ايدك تسلم ايدك يا ماما. مش ده اليوم اللي كنت بتتمنيه بذمتك؟ اقعدي كده انفخي. اقعدي اقعدي اقعدي. صدق ماما شكل الجوازه دي خير لان انا متفائل جدا جدا. يا لهوي في ايه؟ المره بتاعتنا بتقع. بتقع يعني ايه؟ يا نهار اسود ومنيل. انا قلت لك انت بتقع. طب انا هشوف يا ماما. عايز اشوفك يا ماما. بص في الطريق ده بص. طيب طيب بص المطرات. يا لهوي. اوف انت جايبني فين يا عبد العال؟ جايب الكرموز يا هانم. كرموز يا امي ارقى مكان في اسكندريه. لا تقول يا ابو قير بقى ولا العصفره. كرموز. بصي 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 الشغل اللي في البيت يا امي. ان شاء الله انا سايبي هتنبسطي معاهم قوي يا ماما. يلا بقى. ما قتلتهاش والله العظيم. ما قتلتها والله. ما قتلتها يا عم والله ما قتلتها. عبال ساك عبال. الحمد لله. جماعه مستنيينك فوق. مبروك يا عريس. الله يخليك. اتسكن قوي. مين دي؟ امي. والله ما قتلتها يا عم. يلا ما قتلتهاش. مين ده يا عبد العال؟ ده اخو السوسكه اللي انا هخطبها الصغير. ظريف قوي. يا دي المصيبه. مصيبه ايه يا امي؟ ده بيروش مع الظباط اصحابه. يا ماما احنا داخلين على نسب يشرف. ما تقلقيش. حسبي الله ونعم الوكيل. ارجوك يا ماما ما تنكديش عليا بقى. انا مش جايبك حتى اي كلام. لو سمحتي صدقيني هتنبهري بيهم. هتنبهروا. اتفضلي اتفضلي. مين ده؟ ده اخو سوسكا كبير يا ماما. هم فرحانين بيكي. هم العيله دي لما بتفرح بينطوا في المنور. يا مصيبتي. وده مات؟ لا يا ماما بيلعبوا تحت في المنور. ما تشغليش بالك بقى. لو تكرمت احنا داخلين على نسب يشرف. اتفضلي اتفضلي يا هاني اتفضلي. ما شاء الله شغل السرايات ما شاء الله. اتفضلي يا امي. يا ميت مرحب يا ميت مرحب. خطوه عزيزه يا ام الغالي. يا اهلا يا اهلا بالعريس. منورنا. اشكرك. منورانا يا ابله. الله يخليك منورانا. الله يخليك. اعرفك يا ماما الاستاذ حسب الله يبقى عديدي جوز اخت سوسكا. واخت سوسكا اللي هي مراته تبقى اللي قدامك القمر دي ريا. منوره يا حبيبتي ورحمه اخويا الغالي اللي لسه هتفى دلوقتي لان كرامك اخر كرم يا سوسكا. سوسكا العروسه. العروسه العواف. دي الف نهار ابيض. دي الف نهار مبروك. الله يعافيك يا ست البنات. ماشي يا دي عم عيل. والله انا مش مصدق ان انا معاكي وفي وسط اهلك. جبت لي ايه؟ جبت لي فلوس؟ هديكي كل حاجه تحت امرك. انا جبت لك معايا عارفه ايه؟ ايه؟ بسبوسه هتاكلي صوابعك وراها. والله كلك كرم يا ابو نصب. كلك كرم. بقول لك ايه يا حسب الله تسيبني حته انا والعيال. انا عارفاك تقص جرايه وليه العلبه دي وقعت في ايدي انا الاول. وحياه امي لغوصك يا حسب الله. والله بالثلاثه ما حد هيلمسك. يا بنتي تعالي اوعى كده. عايز تسيب حته يا صاصي. ايه يا جماعه صلوا على النبي. بس بدل ما يموتونا احنا ملك يا حاجه مسروع عليه. خد الشر وراح. الله يخليك يا حبيبتي. الله يخليك. الله منوره منوره. ماما ما تقلقيش. ده الطقس هنا ده اسلوب العقاب عندهم. وبصراحه استفزهم. قاعد ياكل لوحده البسبوسه. في النهايه احنا مالناش دعوه. احنا اتشرفنا بيكوا يا جماعه. ممكن ندخل في الموضوع؟ انا يا ست ريا. الله اكبر يا ست ريا. انا اتشرف ان اطلب ايد الانسه الماسون اختك سوسكا. وكده من غير حاجه يا حبيبي ولا ايه؟ لا مش من غير حاجه بس لو تكرمت السلاح بس. لا انا تحت امرك تحت امرك. انا خدام يعني اللي تقولوا عليه. الشبكه تحبيها منين؟ من اي مكان في العالم. وبلد ليه جوده بالموجود؟ هنروح بعيد. الى يا حاجه الحاجه دي عجباني. دي عجبك حاجه ماما؟ لا يا ماما ده وقتي. مامتي مامتي تتحرق. جدتي احنا هنموت. خلاصي
ده الراجل راح في حته بسبوسه. لا يا ماما لا مبروك يا روحي. مبروك يا حبيبي. مبروك الله يخليك. زغروطه للشبكه كده. زغروطه للشبكه فرحونا. اه لا زغروطه للحلقه يا حبيبي. الحلقه عاجبك؟ اتفضلي اتفضلي. لا يا ماما بالراحه على ودنها بس. بالراحه بالراحه بالراحه. قلت لك اخرمي ودنك خرمين يا ماما وخلصينا. حاجه وحياتك خاتم ما بتخافيش يا ماما. الف مبروك يا روحي. الف مبروك. ها وبعدين كمل. على ايه انا تحت امركم؟ يعني انا اللي هاخد المهر؟ حاضر. يعني شوف الرقم اللي انت عايزاه اكتب لك شيك وروح البنك على طول. لا والشيك ليه؟ هات معلش معلش يا ماما. ما انت كنت هتدفعيها. فلوسي ايه؟ ما انت كنت هتدفعيها يا ماما. تحت امرك. انا عندي اقتراح يا جماعه. ايه ده؟ في ايه يا ماما؟ في ايه يا جماعه؟ يمكن هيدفوا لنا تورته يا ماما. يمكن عيد ميلاد وعملوا لنا مفاجاه. يا رب استر. ما تخافيش يا ماما. يا ماما خدلتي دراعي. خدلتي دراعي وخوفتيني قوي. طب خلاص ما انا كمان متنايل مرعوب بس لازم اظهر كعريس ان انا ذكر. يعني هما اكيد عاملين لنا حاجه مفاجاه مش ممكن يزعلونا. امسكي امسكي دي. طيب فرمتي كوعي. ساتر يا رب وربنا خنقك زي ما خنقوا الراجل. ما تزهقنيش بقى. انت هتعيطيني هتعيطيني في يوم فرحي يا ماما. ارجوكي يا سوسكا يا مدام ريا. يا ماما خدلت دراعي. انا شاكك في العين. ايه ده؟ بيحتفلوا بيحتفلوا بينا. بس يا ماما يا لهوي. صلى على النبي. صلى على النبي. صلى على النبي. يا ماما خلاص يا ماما خلاص خلاص. ماما انت شفتي حاجه عدت كده؟ جثه جثه. لا حول ولا قوه الا بالله. ان الله وان الله راجعون. يمكن يا ماما بيتهم معدي على الشارع فممر ناس ماتت. هنعمل ايه؟ ما تلعبنيش بقى. جثه ده لبس. ما تخافيش يا ماما. ما تخافيش. العيله دي وحشه. ما تخافيش. لا دي ناس دي ناس اطهر ناس. بس احنا هو في حاجه مش فاهمينها. ايه ده؟ عفريت عفريت. ايه يا ماما؟ ده تلاقيه ابن اخت العروسه. تعرف الاطفال في الافراح بقى قلبي هيقف يا ماما. قلبي هيقف. بس قولي قلبي هيقف. بتنادي انت ماشيه ورا ميت. ايه الصوت البلدي ده يا ماما؟ طب تاخدي شويه. ده احسن. ده لامسني. لا تعالى حبيبي. ده لامسني. بس تعالى اخويا. انا مش عارف ايه يا حبيبي. الله ما شاء الله. شكلهم خايفين على عيالهم. تتحسب مغطيين وش الطفل. اهلا حبيبي. اهلا حبيبي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بعيد. في انا يا ماما ولا فيك يا اللي قاعده ساكته وضحكوا علينا في الاتفاق؟ اولا ما اتفقناش في الفرح هنعزم كام وهما يعزموا كام. الصيني الخشب العفش كل ده ضحكوا عليا عشان حضرتك قاعده تترعشي. خليكي كملي رعشتك بقى. كملي رعشتك. انا خايف. انت يا ولا انت يا زفت. وحياه امك وحياه امك. ما انا خليك بجد. اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه يا اخي؟ انت ايه؟ انت بلوى؟ انت ما بتحسش طول النهار ماسك مفك قاعد تخور لي في الحاجات لغايه ما هتخليها تبوظ. كل الحاجات دي باظت. انت ايه يا اخي؟ معلش يا بابا مش هعمل كده تاني. خلاص وديني وما اعبد. لو انت اشوفك تاني ماسك مفك ولا ماسك جهاز تاني انا هرميك في الشارع. انت فاهم؟ لا من ناحيه دي اطمن. اطمن؟ اطمن على ايه؟ لان مفيش ولا جهاز باقي عشان ابوظه. كله باظ بصراحه. كله باظ؟ يخرب بيت شيطانك. اعمل لك ايه؟ الكاسيت باظ والسخان باظ والمروحه باظت. امال ايه تاني؟ ايه تاني بوظته؟ الوكمان. الوكمان. الوكمان؟ عملت فيه ايه الوكمان؟ صراحة ما عرفتش اكسره فرميته في الزبالة. رميته في الزبالة؟ اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ انت عايز تموتني؟ انت عايز تموتني وتجيب اجلي؟ شر عنك يا بابا بعد الشر. حبيبي يا ابني حبيبي يا ابني. طب هو ينفع نص جنيه اشتري مصاصة؟ نص جنيه في عينك؟ مصاصة تالا تالا. انت لازم تترمى في الشارع. عارف ليه؟ عشان تعرف قيمة البيت، عشان تحافظ عليه وتعيش فيه كويس. انت فاهم؟ لا والنبي يا بابا حتى ده انا عندي 8 سنين يعني خليني اقعد سنة كمان. انت عايزني استحملك سنة كمان؟ انت هبل ولا مجنون؟ عشان السنة الجاية اجي الاقيك شايل لي حلقان البيبان وتقول لي حلقان البيبان باظت؟ هو حلقان البيبان اغلى مني؟ اه طبعا لانها خشب زان. انت فاكرها ايه؟ خشب موسكي؟ بقول لك ايه؟ اطلع بره. اطلع بره. طب اصلح لك الغساله واقعد. بقول لك ايه يا عبد العزيز؟ انا عايز اقول لك حاجه يا ابني. العلاقه اللي بينا انتهت. ما عادش في عيشه بينا لان كفايه قوي اني استحملتك 8 سنين متواصل. 8 سنين متواصل؟ ايوه 8 سنين متواصل. وانا ابنك ولا بشتغل عندك؟ بعدين ده انت نسيتني بدري بدري يا ابني. اسمعني يا ابني.
انت من يوم مامك ما ماتت وهي دبستك فين؟ اعمل فيك ايه؟ بقالي 8 سنين قاعد الف على حوالين نفسي في البيت بسببك، امال لو قعدت 12 سنه هتعمل فيا ايه؟ بقول لك ايه؟ اتفضل اطلع بره، وانت ما ينفعكش الا الشارع عبد العزيز، انت فاهم؟ يلا الشارع عبد العزيز. طب انا عايز النص جنيه بتاع المصاصه. اوت اوت اوت، انت جبتها منين دي يا بابا؟ انا بقول لك اوت اوت، ده انت بتشتغل كنصري. عموما نو بروبلم نو بروبلم، امشي يلا اطلع بره. بابا. نعم نعم يا حبيبي. نص جنيه بتوع المصاصه. امشي يا ابني. اعمل ايه بس يا رب بعد اللي ابويا عمله معايا؟ انا عايز اشتري مصاصه. انا حاسس وهي ساعتين ثلاثه كده وهيعطف عليا. مش معقوله يعني اب هيسيب ابنه وهو لحمه طريه زي. تمام تمام. ايه ده انا جعان قوي. ايه ده يا ست نجوان؟ ست نجوان ست. أيوة نجوان. ايوه ست نجوان. فين الاكل قلتي لي هتعملوه؟ حاضر حاضر 10 دقايق. ربنا يخليك ست نجوان. ست أيوة نجوان. ايوه ست نجوان. النبي حطي لي مخلل وترش عشان بحبه. حاضر عينيا. حاضر ست نجوان. ست نجوان ست نجوان. النبي العيش قمريه شويه بس على اللي بحبه متسخن. الله يخليك ست نجوان. ست نجوان. أيوة. ست نجوان والنبي ربع رغيف بس عشان انا عامل دايت. شكرا. حاضر. جيبيش كتير يعني. حاضر. شكرا. الحمد لله الحمد لله. ابلة سلوى ابلة سلوى ابلة سلوى. ايوه ايوه. فين صينيه الكنافه اللي قلتي لي هتعملها لي؟ خمس دقايق وهحضرها لك. حاضر. ربنا يخليك. ابلة سلوى ابلة سلوى ابلة سلوى. ايوه سلوى. عايز ايه؟ النبي لو سمحتي زودي العسل شويه عشان بحب العسل كتير على الكنافه. طيب يا اخويا. حاضر. ابله سلوى ابله سلوى يوه. ابله سلوى في ايه؟ والنبي اقطعها لي حته من اخر الصينيه المقرمشه دي عشان بحبها. ماشي يا اخويا. شكرا قوي. حاضر. ابله سلوى ابله سلوى في ايه؟ ما انا واقفه اهو. النبي بعتي لي معاها ميه عشان ساعات العسل بيحشرك في زوري من الكنافه. حاضر حاضر يا اخويا. حاضر. شكرا قوي شكرا قوي. عم بيرم عم بيرم عم بيرم. ايوه يا ابني. عم بيرم. ايوه يا ابني. بتعمل ايه؟ بتكوي القميص بتاعي ولا نسيت؟ عم بيرم بتكوي القميص ونازل اهو. ربنا يخليك. شكرا عم بيرم. العفو. الله يخليك. عم بيرم عم بيرم عم بيرم. النبي انا بص يعني وانت بتكوي حط بودره عشان ممكن يتلسع ولا حاجه. احط بودره. حاضر. شكرا. حاضر. عم بيرم عم بيرم. النبي يعني خلي بالك التطبيقه بس ما تنعكشوش. الله يخليك. ما انا داخلك من هنا اهو يا ابني. شكرا عم بيرم. شكرا عم بيرم عم بيرم. وانت بتبخ والنبي ما تبخش ميه كتير عشان ساعات القميص بيطلع مندي كده. حاضر حاضر. شكرا شكرا. حاضر. شكرا. ربنا يخليك ربنا يخليك. ايه ده ابويا اتاخر ليه كده؟ ده اتاخر دلوقتي فوق ال 15 سنه. ملوش حجه لا مواصلات تعمل كده ولا الزحمه ولا اي حاجه. عم بيرب عم بيرب عم بيرب. القميص وصل. متشكر قوي. العفو. ربنا يخليك عم بيرب ربنا يخليك. متشكر قوي. ابويا فين؟ كل ده تاخير 15 سنه. بابا 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 بابا. السلام عليكم يا عمنا. عايز اروح شارع عبد العزيز. هو ده شارع عبد العزيز. عايز نمره 15 قدام. شكرا. يا رب بارك في البضاعه الصيني 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 الصيني. يا رب ولا ماركه ثانيه تتباع الا الصيني 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 الصيني. يا رب المخازن مرطرطه بضاعه كلها صيني 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 صيني. حبيبي 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 حبيبي. مساء الخير. مساء الخير. ايه يا جوده مش فاهم؟ مش كذا مره بتيجي تلاقيني اعمل الطقوس الصيني عشان البضاعه تتباع؟ ادعي معايا يا رب بيع لنا كل البضاعه الصيني 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 الصيني. كل الماركات تقف الا الصيني 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 الصيني. بس ما تدعيش ما تدعيش. صيني صيني صيني. ايه اللي جرى النهارده؟
اللي جرى يا جوده؟ مفيش اي حد دخل علينا لا بتلاجه ولا بغساله ولا بمكوى ولا ميكروويف. هو في ايه؟ لا مفيش، احنا اتحسدنا. اتحسدنا؟ لا احنا ما اتحسدناش. انا عارف دي مؤامره دنيئه لكل اللي بيتاجروا في الادوات الكهربائيه. انا عارف، انت عارف يا جوده، انا اتولدت في الشارع ده. اول جهاز فكيته وبوظته وصلحته كان هنا في الشارع ده. اول مره اتقبض عليا وعملوا لي محضر واتضرب على قفايا كان في الشارع ده. وبعد كده كلهم اول ما لقوا الشارع حاله ماشي جم فتحوا وعملوا فيها معلمين وفتحوا محلات. لا بس في الاخر لا يصح الا الصحيح. لا يصح الا ما تشوف حاجه تخرج من التوريطه بتاعت السين، اي حاجه بنفس المعنى. خلاص لا يحق الا الحقيق. لا يحق الا الحقيق. ما تكلمش ياه. بصراحة قد بحب بتحن للزفت. بقول لك ايه، انا حاسس ان احنا في حد يعني بيحاربنا، بس مش مشكله، احنا ان شاء الله ربنا هيكرمنا باذن الله، وكل البضاعه اللي عندنا هتتباع. اللي هي البضاعه ايه؟ السين سين 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 سين. يا رب بارك في البضاعه. سين 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 سين. يا فاشل، عارف الكهربائيه؟ تفتكر الشتيمه دي مين يا واد؟ ومين هو عره الكهربائيه؟ لا مش احنا، ده محل من المحلات اكيد بوظ لها الجهاز، ما انت عارفهم نصابين. ايوه وفشله ومتاخرين، بس احنا مالناش دعوه، احنا بتوع ايه؟ سيني 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 سيني. يا رب خلي يا نصاب يا فاشل، واديني ما انا سايباه. انا ولا انت؟ ايه ده ايه ده الكلام ده ليه انا؟ لا يا مدام انت غلطانه في العنوان، غلطانه. انا لا فاشل ولا صايع. انا ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى؟ ده انت فاشل و60 فاشل كمان. يا جماعه انتوا ليه دايما تقولوا لي الناس تقول عليا فاشل مع اني اهم من كده بكتير؟ هو انت في افشل منك؟ ليه انا عملت لك ايه؟ الشاكوسي بتاعي لسه بايظ. ايه؟ الشاكوسي بتاعي. ايه ده؟ دي انا فاكرها غلطت اول مره. الشاكوسي بتاعك حضرتك مسموش شاكوسي، ده مش موضوعنا، انا مش هربيك من اول وجديد، لكن 100 مره قلت لك ان الشاكوسي مش نافع مع السباكه اللي عند حضرتك في الحمام، وانت اعمل ايه؟ وانت مالك انت؟ انت مالك؟ لا اله الا الله. يا ستي وبعدين مش لازم شاكوسي، يعني ايه عايزه انعره؟ ما تتنيله في اي دش وخلاص. انا مش فاهمك بصراحه، فلوسي واديني محاسبه. يا لهوي انت صوتي من ايه؟ يا خرابي في ايه يا ولاد؟ يا نصاب، هو انا بوظت لك ايه؟ الشاكوسي. لا ده واضح ان هي بتحب الجمله كده، فاهمني؟ هي مش عايزه تستحمى فيها، هي بتحب تقول اسمه غلط. اجربها لك. بص يا مدام، احنا اول حاجه هننقذ الموضوع، حنفية السخن هنوزيها مع التانية عشان الاتنين يوصلوا لإيه؟ للشاكوسي. شفت هي؟ الله. إيه يا أبو عزيزة فاشل، عامل قلق ليه أنت والتعويذة اللي معاك؟ هو كل يوم خناقة ولا إيه؟ صبح وظهر وليل وبين الوجبات في إيه؟ يا سادة ظريف، وأنت مالك؟ إيه اللي دخل علينا ده؟ بتاع التلاجة اللي في المحل اللي جنبينا. صدق بالميل يالا، عايز إيه؟ وأنت يا حلو، أنا مش قلت لك تعالي لي من الأول؟ رايح ألعب عزيزي الفاشل؟ لا هيسرق الزبون، يا نهار اسود. لو سمحت الزبونه دي بتاعتي. لا بقول لك ايه، احنا نروح بقى على الاسم والظابط ده مش هيدوا على الكلام ده. قبل الاسم اثبت لك ان الزبونه دي بتاعتي وبقى انا بتعامل معاها، اوعى ايدك. مش حضرتكي تتعاملنا مع بعض وبالاماره بوظت لك حاجه مهمه في عندكم اسمها ايه؟ الشاكوسي. سمعت؟ انا بوظت لك الشاكوسي. اه والله انا مش رايح اسم لان في حاجه مهمه قوي، انا مستني ابويا بقى لي 31 سنه، المفروض انا مشيت وهو جه في الثانيه دي، اعمل ايه؟ ابوك بقى يا حبيبي لما يجي يبقى يجي يضمنك من الاسم ان شاء الله. طب يرضيكي، بعد العمر ده كله يجي اول حاجه يعملها يضمنني في الاسم، وكل ده عشان ايه؟ وانا بوظت لك حاجه؟ بوظت لك ايه؟ ايوه الشاكوسي بتاعي، حرام عليك. عشان انت بتضحك على ايه؟ انا مش رايح الاسم، واللي عندكم اعملوه. لا هنروح الاسم. هنروح الاسم؟ مش رايح الاسم؟ طب واديني اللي لبسك قضيه تحرش، وجيرانك هم واقفين وشاهدين. شاهدين ولا مش شاهدين؟ تحرش. انا اتحرشت بيها؟ خلاص طالما اتحرشت التحرش دي قضيه، اتحرش بقى بيها. ما تحترم الرجاله اللي واقفه. انت راجل واحد، انت بتكتر نفسك ليه؟ انا هاجي معاكم واللي عندكم تعملوه. يلا انا عارف انا مين، والشارع ده كله يعرف انا مين. ولا اعمل التعويذه عشان الرزق يمشي لحد ما اجي لك. اتفضل على الاسم، بس قبل ما نمشي النبي انا بوظت لك حاجه. الشاكوسي. الشاكوسي يابا. نامي يا يابا. احفظ المحل اللي كله السين 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 السين. تمام يا فندم. نعم يا باشا. يا باشا الراجل ده بوظ لي الشاكوسي. بوظ لك ايه؟ بوظ لي الشاكوسي. شاكوسي؟ يا فندم ست مختلفة يا فندم، في حاجة اسمها أصلا اسمها شاكوسي حضرتك؟ دي ست أنا اكتشفت إن هي اللي عندها حمام ولا بيت أصلا، ومهموسة مهووسة بموضوع الشاكوسي ده، والراجل ده كذاب وبيقول شاهد على أي حاجة وهو ما بيشهدش في الحقيقة أبدا. أنا مظلوم حضرتك، مفيش أصلا قضية، وبعدين الجو دوت أنا لا صيني ولا حاجة، أنا راجل عادي، بس أنا بشتغل في المنتجات الصيني مش أكتر يا فندم. ده عبد العزيز أشهر واحد في البلد يبوظ الأجهزة.
انت عبد العزيز اللي بتبوظ الاجهزه؟ لا وبعرف اصلحها يا فندم. سمعتي سمعتي بصلح. اتفضل يا عبد العزيز اتفضل. ايه هو ده؟ اوعى هتشوف دلوقتي ايه هو ده. ايه اصله ده؟ اتكلم بقى مع الضابط. تحت امرك يا فندم. اسمعني كويس يا عبد العزيز. تحت امرك فهم. انا العقيد سمير عبد الحميد، ضابط في جهاز حساس في الدولة، واحنا عايزينك في مهمة رسمية وخطيرة جدا جدا جدا. اهلا بيك. اهلا بيك. اتفضل يا عبد العزيز. اقعد يا عبد العزيز. بص يا عبد العزيز، ايه احنا اكتشفنا جهاز تجسس خطير جدا مزروع هنا وعايزين يتجسسوا علينا، واحنا اكتشفناه بصعوبة بالغة وعايزين نبوظه. حضرتك انت بتهني بسمعتي، انا راجل بصلح وراجل اسطب. شوف ايه بيبوظ يا فندم، انا عمري ما بوظت حاجه. يا عبد العزيز هم لسه بيسمعونا لغايه دلوقتي وبيشوفونا من خلال الجهاز ده. حضرتك انا لو بوظته تشهد لي ان انا بعرف اصلح عشان اكل عيش ما يقفش. حاضر يا عبد العزيز. ربنا يخليك. اتفضل يا عبد العزيز. اكيد حضرتك سمعت عني واللي وصل لك السمعه حاقد وقال لك بيبوظ، بس انا بذمتك ببوظ حاجه؟ بتبوظ. ببوظ ايه؟ بوظت لي الشاكوس. الله يقطعك انت والزفت بتاعك. اهدي شويه يا ماما. يلا يا عبد العزيز. يعني انا بوظ يا فندم؟ طبعا يا عبد العزيز، عايزين نخربه يا عبد العزيز. حالا حالا. خربه لنا يا عبد العزيز. بس اديني شهاده من الداخليه ان انا قصته وبعرف اصلح عشان سمعتي. ربنا يخليك. اتفضل يا عبد العزيز. طب ممكن شويه تشجيع عشان ابوظه؟ حاضر عينيا الاثنين. يلا بوظه يا فافي. يلا. يلا يا فاشل. بوظه يا غبي. بوظه يا عبد العزيز. يا عبد العزيز يا غبي. بوظ الجهاز. يا جماعه يا جماعه اهدوا. يعني التبويظ ده الطريقه ديت بتاعه التشجيع السلبيه انا ممكن اطوره اكتر. انتوا لو قلتوا لي صلحوا صلحوا لوحدي هبوظ. انا عبد العزيز هنشجعك تشجيع ايجابي. صلحوا يا عظيم، صلحوا يا عبقري. يلا يا نبيل. صلحوا يا كبير. وصلت لايه يا عبد العزيز؟ وصلت لايه يا عبد العزيز؟ ها يلا يا صلحوا صلحوا يا عظيم. انت نبغى يا عبد العزيز. انت نبغى. الجهاز باظ يا فندم. جهاز باظ. خد مني مجهود رهيب رهيب رهيب. الحمد لله. الحمد لله. دي موهبه من عند ربنا حضرتك. يعني انا بشكر ربنا عليها. بس ونمت يعني تاخدنيش في بالك ان انا مبوظاتي. بس الحمد لله. ربنا يخليك. متشكرين جدا جدا يا عبد العزيز، وعمرنا ما هننسى جمايلك دي في تبويظ اي جهاز في البلد. اي حاجه حضرتك محتاجها في البيت في الشغل انا احسن واحد بشتغل في الاجهزه ومعروف عن ايه. عينيا يا عبد العزيز. ربنا يخليك وتؤمر. انا ليه عند حضرتك طلب؟ اتفضل يا عبد العزيز. انا ليه جار تاجر بيغلس عليا وبيسرق مني الزباين؟ مش ده غلط يا فندم؟ طبعا. ولو قلت لحضرتك عليه مش ممكن حضرتك تحافظ عليه فورا؟ اهو الراجل ده. الراجل ده علي. يلا بره من هنا. يلا 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 حبيبي. يا باشا انا كمان بعرف ابوظ. يلا يا بابا. يلا يا فندم. يلا يلا غرف داهيه. امرني يا عبد العزيز. ده مضايقني في الشارع ومضايق عليا ومضايق عليا رزقي. اعتبره مش موجود يا حبيبي. ربنا يخليك يا فندم. حاجه تاني معلش. عينيا. انا ظهرت في حياتي فجاه كده واحده ست بتتعنك مجنونه. عاوز مجنونه متخيله انها عندها جاكوزي كويس، وهي من يعني واضح انها يعني غلبانه فمجنون. شاكوزي شاكوزي. هي هبله في النهايه. ايوه. وكل شويه تجيلي تتهمني ان انا رحت بيتها وبوظت لها الشاكوزي. فبعد اذن حضرتك ارحمني منها. قولي القعده. بصها انا هسبرك. هو انا بوظت لك ايه يا مدام؟ الشاكوزي. شوفي الشاكوزي. لا حجزوا الست دي هنا لو سمحت. يلا قول لها انتوا عندكم جوه عندهم شاكوزي جوه تنبسطي. يلا في شاكوزي هنا عندنا. يلا حضرتك اتفضلي حجزوها عندنا. يلا حجزوا زغراتي للشاكوزي. يلا مع السلامه يا عبد العزيز. فن ربنا يخليك. الله يخليك. الله يخليك. شكرا. الله يخليك. أنا مش عايزك تقلق خالص يا بطليموس، إن شاء الله كله هيبقى تمام. أنا ما بقلقش، ما تقلقش. مولاي؟ ليه دكتور نفساني يا مولاي؟ ليه إيه؟ دكتور نفساني يا مولاي. خليك في شغلك، ما تتدخلش في اللي مالكش فيه. مش عشان أقدم واحد في المعبد أسكت لك، ترجع بواب تاني، اتفضل. أمرك يا مولاي. إيه الناس اللي بتتحشر دي؟ أمر مولاي. يا مس من معت الكلام الفاضي ده، أنت فضحتني ولا إيه؟ بقى انا بقول لك بيني وبينك رايح للدكتور نفساني تعبان شويه. الناس كلها عرفت. ايه السياح ده؟ مين دول؟ شعبك يا مولاي. طب خلاص مشيهم. مشيهم. يلا يا ابني. يلا. من هنا. يلا يا حبيبي. يلا. يلا. انا مش فاهم ايه لازمه الشعوب او اي قلق في الشوارع وخلاص.
مبسوط انت كده؟ كل البلد عارفه انا رايح لدكتور نفساني؟ هيقولوا خلاص عليا اتجننت؟ يعني انا اخونك يعني يا بطليموس يا اخويا؟ ده احنا متربين حتى في معبد واحد. متربين؟ ما الناس قدامك قالت وانا بألف. فوق بقى، عيب عيب. اتفرج بكره على البرديات هتلاقي الخبر مرشرش فيها، واتفضحت انا وانت. حوش حوش حوش، مفيش اي حاجه هتنزل في ولا برديه. بعون الله امك مسيطره. انت يا عجل انت، تعالى تعالى هنا. ايه امك دي؟ بتبيع كرشه؟ انت هتعدي حدودك ولا انت بقى انت واقف قدام؟ امي دي الملكه، الملكه كليوباترا، ملكه عليكم كلكم، لان كلكم ولا حاجه. فاهمني؟ انت واهلك ولا حاجه. مش عشان بتمشى معاك في المعبد ومصاحبك تعدي حدودك فوق، ما تحطليش ايدك على سرتك. انت بقى وانت بتكلمني، انتوا بتاكلوا منين؟ من المعبد. بتلبسوا منين؟ من المعبد. بتقبضوا منين؟ من المعبد. يبقى تحترم ملكه المعبد. اصحى اتفضل، روح دلوقتي على عمك بحبنبوت اللي ورا المعبد، ابنه مات تعيش انت، عزي وقوم بالوجه. لا حول ولا قوه الا بالله، هو سيس قامت؟ ده كان لسه معايا امبارح. مات مات، عمل خناقه موت مع الواد سمين نرمر بتاع شبرمنت، الاتنين قتلوا بعض. روح اعمل الواجب وظبط الجثتين، ها ظبطهم كده وفلترهم، ولفهم لي لفه هديه عشان اقدمها لامي في عيد الام. امرك يا مولاي. ثانيه، امي اللي هي مين؟ الملكه. وانت ولا حاجه، انت واهلك. انت واهلك ايه؟ ولا حاجه. بانكسار ولا حاجه. الشعر ده يتحلق. اتفضل بالسلامه. امرك يا مولاي. الواد ما قاليش عيادة الدكتور فين؟ بسم المعد بسم المعد. احساس فظيع يا دكتور. الناس فاكراني يا ما هنا يا ما هناك، فاكرني سعيد. بطليموس الخامس عشر راح، بطليموس الخامس عشر جه، وعيل صغير ومفرفش، امه ملكه، انت عارف كلام الناس والاشاعات، مع المشوي مشوي والمقلي مقلي، وبيضيفوا كمان. وقد ايه ده سعيد ومتهني، اني بالعكس تمام. بطليموس الخامس عشر جواه حزن شديد، حزن شديد يا دكتور. ايه يا دكتور الجو ده؟ مين دول؟ ما تقلقش، دول بيدونوا كل كلمه بتقولها سموك علشان اعرف احدد المشكله. حلوه قوي كل اللي بقوله. طب كويس ان انت قلت لي. ان شاء الله بكره الصبح بعت لك عم حسن النقاش بتاعي يدي وشين. معلش سوري، عشان ده كلام، دي اسرار عيله وحاجات شخصيه، ما تعرفش ممكن بقدره قادر بعد الاف السنين نبقى تاريخ ويعملوا لنا متاحف. ما يرضكش السياح يقروا الحاجات العائليه، سوري يعني. سموك تعمل اللي انت عايزه، هي بلد امك. يا دكتور الطريقه دي، ايه بلد امك دي؟ شتيمه ولا على اساس ان امي ملكه فعلا؟ بالعكس، ده شرف لينا. اتفضل كمل لو سمحت. ابدا يا سيدي، انت عارف اللي بيتقال دلوقتي في البلد. بس انا مشكلتي الحقيقيه يا دكتور ان انا مش حاسس بتميز في الحياه، مش لاقي نفسي. انا مين؟ في زحمه. هتقول لي انا بطليموس الخامس عشر، اقول لك ايه، في 40 بطليموس في العيلة. خالي بطليموس ال 13، جدي بطليموس ال 20، جوز عمتي اللي هو سافرنا في كندا دلوقتي بطليموس ال 22، جوز خالتي بطليموس ال 26. عارف في بطليموس كتير في الموضوع. عارف لو كله يعني لو كله بطليموس وانا شريف كده في النص هبقى مميز شويه، بس دربكه زحمه. بصراحه العيب على الوالد، كان ممكن ما يوافقش يسميك اي اسم تاني. انت عارف بقى بصراحه الراجل لما بيبقى متجوز ملكه بيبقى مكسور شويه. معلش انت عارف امي الملكه يعني. فاكر حضرتك فيلم مراتي مدير عام؟ نفس الفكره نفس الفكره. فانا يعني الراجل نعذره حقيقه يعني. وبعدين اللي شاغلني دلوقتي موضوع الاخ مارك انطوني الواد الصغير ده. كلام مال البلد انه بيرسم على امي وجو كده مش لطيف يعني. عارف مش عارف اعمل ايه. والوالدة موقفها ايه؟ الوالدة ما انت عارف، ست حلوة وصغيرة ومالكة، مين يجرؤ يقول لها انت بتعمل ايه؟ يبقى مجنون حتى لو كان ابنها. استغفر الله العظيم. ايه يا دكتور في ايه؟ انا ما قلتش حاجة. ايه الأداء ده؟ أنا بقولت في مشاعر نبيلة بينها وبين أنطونيو، وارد يعني، لكن حسستني إن أمي بطالة والعياذ بالله. إذا كان كده معلش، بس خد بالك من الولد مارك أنطونيو ده، لأنه مش سهل، ممكن يعمل بين أبوك وأمك فورتينا.
بتقول لي اعمل ايه يا دكتور؟ شور عليا، انت خوفتني قوي لما قلت لي فورتينا. خفت خفت يعني اسمه اقتله اكري عليه بلطجيه؟ توكل على الله. خلاص كلم الشباب في الدق دلوقتي قوموا بالواجب. الله يريح قلبك. بس ما قلتليش مين الاخ اللي في حضنك من اول ما جيت؟ ده توني الرابع عشر. توني الرابع عشر؟ يا عيني هيطلع معقد نفسيا زي اكيد في توني الرابع عشر كتير في عيلته. لو بتحبه انصحك اخنقه قبل ما يواجه المصير اللي انا واجهته. انا انطونيو قلبي معاك يا صديقي. قشطه، هو اللي بدأ المعركة. بص هجيبها فين؟ بص هجيبها فين؟ ها؟ أنطونيوس إيه اللي حصل لك؟ تسلم إيدك. قفشتك يا ابن الكلب. حظ وحش قوي، شفت السهم جه فين؟ جه في الجزرانة. بس وشرفك وشرفك السهم الجاي في ودنه بإذن الله. التعظيم يا بطليموس، طول عمرك فارس بارع. أنا ما أحبش حد ينافقني، قول لي أنت أقوى رجل في مصر. ولد أمك. يا نهار اسود، أنا عارفة حركاتك دي، والله ما أنا سايباك. سامحيني يا ماما، أرجوك سامحيني سامحيني. وديني وايماناتي لا هنفخك يا بطليموس الكلب. اني بطليموس؟ انا ولا عمي ولا خالي؟ احنا 60 بطليموس لخبطتين. اخرس اخرس خالص. اللي انت عملته مع عمك مارك انطونيوس ما يتكررش تاني، ما يتكررش تاني، والا وشرف امي اعلقك اعلقك. انت عارف بقى امك وقلبتها. اصل هو بصراحه كان واقف مأنبر كده في اغراني، قلت فور فان يعني. ولد اخرس، اطلع اوضتك. حاضر. تعالى هنا لسه ما خلصتش، وبعد كده عايزك تقعد في اوضتك دي على طول. حاضر. تعالى هنا. حاضر. لمده 3 ايام. حاضر. ايه ده؟ في ملكه تقول وشرف امي لنفخك؟ يا رب عرشك يزول. ده ايه الزهق اللي انا فيه ده؟ يعني محبوس في قصري وفي اوضتي وبرضه زهقان. الواد مش من معد فين؟ ما بعت له مسج. ايه ده؟ ده انا نسيه خالص. غطست كده. انت فين يا زفت؟ ها؟ بس ما ردش عليا ليه؟ ما ردش عليا ليه؟ ايه ده؟ وانا بعتها له لسه؟ انا دماغي جرى فيها حاجه. لا انا مش مظبوط، انا مش مظبوط. سن ايوه الحمد لله على السلامه يا حلوه. وريني الامور قال ايه. ايوه ها انا في المعبد. ماشي ان شاء الله عنك ما جيت من المعبد. ابعت لي اي حد بباكو بسكوت. بس تعال تعال يا حلو تعال. يلا سند. اوعى اوعى انت كمان. ما معيش فلوس ابعت لي نص جنيه. تصدق انت رخم، ولا عايز منك حاجه ولا نص جنيه ولا زفت. انا هتصرف. هيذلني عشان بسكوت. يا كبير الخدم هات لي يا ابني الشاي ابو لبن بتاعي. ايه ده؟ ايه الجرأة اللي حصلت في القصر فجأة دي؟ مين المتهور اللي طلب لنفسه مشروب زي جايب التانية دي لمين؟ مولاتي الملكة يا مولاي. مولاتي الملكة؟ أمي يعني. ها؟ طبعا ما هي ملكة وأمي، مش قادر أتكلم معاها، كل حاجة تقلدني تقلدني. ما علينا. النظام؟ نظام إيه مولاي؟ مش فاهم. نظام ايه؟ انت هتستهبل ولا ايه؟ نظام السقسقه. تقصد حضرتك البسكوت؟ اقصد البسكوت. انا بقصد البسكوت. مفيش حته كده سقسق بالشاي؟ انا اسف يا مولاي، حساب السقسقه تقل قوي. حساب ايه؟ السقسقه. يعني انا لو ما دفعتش مش هسقسق؟ مش هتسقسق. ولو قلت لك استنى عليا شويه مش هسقسق؟ مولاي الحاله بقت كرب قوي، الشعب مش عارف يسقسق. أنا ذات نفسي شغال عندك وبقالي فترة ما سقسقتش. إن شاء الله ما سقسقت أنت ولا الشعب، أنا مالي؟
انا عايز اساسه دلوقتي بس كنت شايف لعبه. خلاص قول لهم هنصرف لكم اعانه. اديني بقى خليك جدع. اي حاجه اي حاجه. ايوه كده يا حلو يا حلو. فار 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 اعمل حاجه. انت تقف تترش. امال حارس ايه ونيلت ايه؟ انت مالك عصابك؟ دخل هنا انزل موته. مولاي انا بأمرك تقتله. قلبي ما يطلعنيش. ان شاء الله قلبك يتحرق. هات الفار. انزل ده انا بترعب منه. بص عليه كويس. اقفشه اقفشه وفسخه كده. ايه مولاي ايه؟ انا خادم كبير اجيب شاي محليب لكن قتل لا. ايه الاوبر ده؟ ايه انا بقول لك اقتل ابوك. خلص ابوس ايدك. مولاي انا جات لي فكره. ايه؟ احنا نحط له سم فلان. خرب بيتك ما تقول كده من الصبح. طب هنجيب السم منين؟ معايا مولاي. ايه ده انت جاهز كده على طول؟ انا ديلر اساسا. حلو حلو. انا احب الشغل الجاهز. يلا. ايوه حلو قوي كده. خلي بالك هو ممكن يكون شايفنا من هنا ومن هنا وبيراقبنا. فاحنا نعمل ايه عشان ما يعلمش الكوبايه؟ احنا نضحك عليه ونلف الصينيه بس بس كده. قشطه. الله يخرب بيت دي سيره. والله انا نفسي معت عليا وما بقتش عايز اشرب. اشرب انت كوبايتي. انت غلبان. اشرب اشرب. مولاي ايه؟ ممكن الكوبايه يبقى فيها السم. لا عيب عيب. وانا ابيعك برضو. ما حطيت انت السم انا ركزت في الكوبايه فيها شويه لبن اكتر من الثانيه. امسك يا جدع امسك. ده احنا مربينك في القصر. ده انت ابننا. اشرب يا حبيبي اشرب. استنى قبل ما تشرب مش عايز اي حاجه اعملها لك لعيالك اي حاجه. نفسي اسقسق انا ولا هتسقسق. انت من جهه هتسقسق هتسقسق. يلا اشرب عشان تقعد تقول للشعب عايز يسقسق. بالسلام يا حبيبي. حاسب ايه؟ مولاي انت مش مظبوط صح؟ اه هو ده هو ده. حاسس بلغه وايه؟ غممان نفس. وايه؟ غممان نفس. غممان نفس؟ اه. طب اشرب قول لي ايه كمان؟ اه ايه؟ تقلصات. هو ده الشغل؟ اهراسات. هو ده الموت. هو ده الموت. اه استنى انت هتترمي في الارض بالكوبايه بتاعت القصر. انتوا اتجننتوا؟ عهده في 60 داهيه. ها قربت؟ مولاي يلا باي باي. مولاي في 60 داهيه. مولاي انزل بقى زهقتني. بتموت في 3 ايام. حلوة قوي فكرة الشاب ولبن دي. حلوة قوي. طب ما انا ممكن اعزم الاخ مارك انطونيو اللي عامل لي فيها وضع امور ده وبيتنطط. اعزمه على كوباية شاب ولبن. حلو. يا نائب كبير الخدم اعملوا لي يا ابني فنطاش شاب لبن وهيروح هدية للامير مارك انطونيو. لا لا ماما لا ماما لا ماما ماما لا بطليموس بطليموس ابني. ماما لا ماما لا ابني حبيبي. ماما ماما مالك حبيبي؟ كابوس يا امي كابوس فظيع. خير خير يا حبيبي؟ لا شكله مش خير بصراحه. بص بقى ماما انا هقولها لك وانت براحتك. ارجعي على اللي انت بتعمليه احسن. اخرتك شكلها زي الزفت. ايه حلمت اني هتقتل في الحرب؟ لا 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 يا ريت. انا حلمت ان انت بعد كذا الف سنه سوري يعني هيعملوك علبة سجاير. سجاير؟ آه. ايه يعني سجاير؟ هتسخت يعني؟ لا تسخت ايه؟ سجاير اللي هي بينفخوا فيها حاجة شبه الجوينت كده عارفة؟ بيجيبوا ورق كده في المستقبل هيسموه مش عارف بفرة بقى ولا ايه وبيلفوا التبغ قصة كده. المهم ان انت هتتحولي لسجارة. طب ومش كده بس. طب ايه؟ ده هيبيعوكي فرد وهيسموكي كوكو الضعيف. هات لي يا ابني 4 كليوباترا 3 كليوباترا. ده يوم يا رب يا رب ما اعيش اليوم ده. طب حبيبي اهدى يا حبيبي بطاطس سوستي اهديكم الله. اهدى يا حبيبي اهدى يا روح ماما اهدى. انا هديت بقالي ساعه بهدى. انا هديت. انا عارفه انه موضوع عمك مارك انطونيوس مأثر على نفسيتك شويه بس معلش يا حبيبي بكره تزهق تتعود تنسي نفسك ولا ايه؟ انا الملكه والمجد ليا من السحاب للتراب. ما تنام وتستغطى بقى. استغطى؟ في ملكه تقول استغطى ومن السحاب للتراب؟ يا نهار اسود. طالما استغطى بقى لو سمحت انزاحي شويه عشان عايز اقوم اشطف. هاي أيام دون سلامة سردينا رئيس المنظمة وبقولها لكم بكل وضوح وصراحة المنظمة مش هتسقط قصاد ضغوط اليو اس اي ومكسيكو سيتي كلها معايا وبتساندني. صفقات الأسلحة والعمليات الإرهابية هتتنفذ بمواعيدها جدول الأعمال
هيقرا عليكم ماي بادي جارد ماي رايت ارم دراعي اليمين مستر متولي ادريانو جوميز فليتبطل. مبدئيا بعتذر عن التأخير، إن كنت برجع برا أوفر فسامحوني. وأحب قبل ما أبدأ أقول أي كلمة تحية عظيمة لراعي الإرهاب في العالم، الرجل الأول في الإرهاب والدم، مستر سلامة سردينة. أنا بوجه كلامي لأصدقائي الإرهابيين في كل مكان في العالم، السادة الأفاضل من الشبيحة، السادة الأفاضل الذين يعشقون الدم، الذين لا يعرفون طعم الرحمة، الذين يعشقون القتل والقتلة، بوجه لهم كلامي. أي حد طيب ما يسمعش خطابي النهاردة، كل الأشرار في العالم هم أخواتي وإخوات الرجل الطيب ده. هقول لكم القرارات اللي اتخذتها المنظمة العالمية التهريبيان للإرهاب والسلاح، القرارات كلها في مصلحتكم، وهي كالتالي: أولاً، تصدير عدد 2 كونتينر آلي وفرد خرطوش محلي للمافيا العالمية. وكل ده ليجل عشان ما حدش يجي يقول ان احنا برا القانون، كل ده حسب اتفاقيات اتبادل المخدراتي والسلاحي، زائد طلبية مطاوي أرن غزال وربع مليون عاشورة للعمرانية ايجيب. عايز اقول حاجة، احنا هنبعت لحبايبنا في امبابة سلاح فتاة جديد يورونا يعملوا ايه فيه. هيروح لهم سفينة محملة بالعرس العضادة. ايوه العرس العضادة، العرس العضادة. يوروني بقى، سوري انا ازعجتك، يوروني بقى، يوروني يمسكوا العرس ازاي. والخبر الاهم، قررت المنظمة الاسبوع اللي جاي عملية اغتصاب جماعي لكل معارضين مستر سردينا. انت راجل ابن حلال ما ضربش. سوري ازعجتك كتير. بالمناسبة السعيدة دي والاحتفال ده بنجاح الصفقة، اسمحوا لي اني اشكر مسز ماتيلدا سردينا، زوجة العم، رفيقة الدرب، سعد الهنا عليا، اللي عمري ما حنساها، اللي طول ما هي جنبي بحس بالأمن والأمان. أنا سمعت صوت رصاص يا متولي. لا يا راجل، رصاص إيه ده؟ فاضي في الشارع اللي ورانا. حاسس. متولي سيدي، أنا مصر إني سمعت صوت رصاص. رصاص إيه الوهم ده؟ أنت لابس قميص ضيق، الزراير ابتدت تفرقع مش أكتر، أجمد يا معلم. يا متولي، أنت متأكد؟ طبعًا. لا اوعى تعملها، اوعى تعملها وتموت. يا تجراس يا معلمي واستاذي، انت الماي فازر بالنسبه لي، اتعب في الحياه من غيرك. متولي امرني. وصيتي الاخيره ليك انك تفضل طول عمرك مخلص. مخلص ليك الى الابد يا سيدي. حبيبي وداعا يا زوجتي العزيزه. نهار اسود، مات. نعمل ايه؟ تتجوزني يا متولي؟ طبعا اتجوزك حالا. كويس اني غرب في 60 داهيه. انا كنت بقعد بيك من زمان بس ما كنتش عايز اتخطى البروتوكول بتاع العصابات. وانا سلامه سردينا، البادي جارد بتاعك ده ايه؟ استخدام اطفال؟ ابتدينا نستظرف ونتجاوز الحدود. اطفال. اوكي. يلا بينا. استاذ الصحفيين لو سمحت اقفوا جنب بعض، كل ده ممنوع من النشر فهضطر اصفيكم.
كلنا صبيان المعلم سردينة وجميله على راسنا من فوق، ربانا وعلمنا الكار، واهم من ده كله علمنا معنى الاخلاص والوفاء. انا عارف ان انتوا كلكم كنتوا بتحبوه، لكن هو بقى في اتنين كان بيحبهم قوي وانا عايز اكافئهم، انت وانت. صح؟ صح يا معلم. اهم حاجه ايه؟ الاخلاص والوفاء. تعظيم سلام للمعلم في تربته. تجوز متولي جوميز من السيدة مالتي سردين التي ساعدته واستطاع في وقت قليل أن يصبح من كبار المهربين بنجاح ساحق، وذاع صيته في العالم كله وأصبح على رأس قوائم الإرهابيين الخطرين والمطلوبين. انت يا غبي يا غبي، قلت لك 100 مرة الرصاص يتحط في التلاجة بدل ما يفرقع في وشنا، ايه الغباوة دي يا ابني؟ ما بيت انت شكلك غبي. يلا نورة حتة، قوليلي سعيدة معايا أكتر ولا كنت سعيدة مع سردينة؟ معاك أنت أكتر يا حياتي. شكلك منافقة. شايفة الواد رومي؟ أحسن واحد يشتغل عندنا. وفي وفي رومي، هاي هاي حبيبي، قرب ارفع لي إيدك يا رومي. حرامي وخاين ابن خاين. كده يا متولي كده ما تفتكرش تقولي كل سنة وانتي طيبة في الفالنتاين. فالنتاين ايه وزفتي ايه؟ فالنتاين ايه؟ انا فاضي. ما انت شايفة بهبب ايه؟ انتوا مش عايزين تاكلوا عيش ولا ايه؟ انت اتغيرت يا بيبي. سبحان الله. طب بقول لك ايه، حركي رجلك معايا كده، حركي جربي. لا خلاص فاكس بقى. سان دييجو جين سلامة، وبعد حد ياخد الرجلين. اوديو عامل ايه وازاي الخواجه؟ بقول لك ايه، في رجلين من رجالتي هيقولك دلوقتي خبطوا عليك بعد الثانيه واحده. من رجالتي القريبين قوي، اقعد معاهم ارغي كلمتين كده واقتلهم. ايوه ابعت لي دماغتهم خونه. يلا باي باي يا اودي. عملت ايه واد في الوليه اللي اتقطعت نصين؟ كله تمام يا بص. مية. جود مورنينج مستر متولي. جود مورنينج يا حلو. انت مين؟ سونيا سردينة، بنت سردينة. انت بنت المعلم سردينة؟ اوعي تكوني بنت ماتيلدا. لا، بنت واحدة تانية؟ ما شاء الله ما شاء الله. تعالي حبيبتي عند عمك، شايف المعلم سايب لنا صبايا حلوين ازاي؟ لف يا حلوة، لف حلو قوي. يلا يا ابني شوف شغلك، حضر ورقة عرف. يلا نعمل ايه؟ يلا نتجوزها. هنعمل ايه؟ معلمي طول عمرك اصيل يا بص. يا ابني لحمنا، هنرمي لحمنا في الشارع؟ دي بنت سيدنا وتجراسنا، انا رمز حياتي الوفاء والاخلاص. يلا سيب لي في ايدك ده وخدها على فوق. يلا عينيا. يلا مع السلامه. الله يرحمك يا معلم سردينة. هعمل ايه؟ لازم اشيل من وراه. اوديو قولك الرجاله عملت ايه؟ موتهم ولا اتجننت يا اوديو؟ بتموت رجالتي يا اوديو؟ انت ايه الجرأة اللي انت فيها دي؟ انت هتستهبل؟ طيب خليك مكانك، انا جاي لك يا اوديو، خليك مكانك. ولا بقول لك
ايه ده؟ في قطط ولا ايه؟ يا ساتر يا رب. انت مين؟ انا اخت المعلم سردينة. مين؟ اخت المعلم سردينة. تعالي تعالي تعالي. الله يطلع المعلم سردينة. امه جايب المعلم سردينة. مساء الخير يا حلوه. مساء النور. اتغنداري اتغنداري ما شاء الله. انا اول مره اعرف المعلم سردينة الله يرحمه دي اختي بالحلاوه دي. لا ده من زمان. امريني يلزم خدمه. غلبانه وتعبانه ومش لاقي حته تقويني. ما تكبر بخاطري. الله يكبر بخاطرنا كلنا. والله يعني انا كان عندي استعداد بس مش للدرجه دي بصراحه. مش للدرجه دي. سنتياجو. ايوه حلال. استنى انا هكافئك. تعالى سنتياجو تعالى شوف القمر. مين دي؟ ده اخو المعلم سردينة. كان بيخبيه عننا. حضر ورقه عرفه يا حبيبي ومبروك عليك. لا شيل. افرحي افرحي يا عروسه. افرحي افرحي. لا بيبي سيدة الاقمار السوداء. لا لا لا. سلام عليكم يا ابني. عليكم السلام يا امي. يحنن يحنن. روح حته تانية. لا يا حبيبي انت مش عارفني ولا ايه؟ مش واخد بالي. مين؟ انا ام المعلم سردينة. يا اهلا وسهلا يا اهلا. زارتنا البركه ام المعلم سردينة. عمي وتجراسي واموريني. ربنا يخليك يا ابني. والله انا بس كنت مزنوقه كده في حاجه يعني. خلاص خلاص. ده الليله السودة دي. سانتياغو عيني. ده ايه يا رب الوقعه اللي وقعت فيها دي؟ هات يا ابني عقدين عرفي هتجوز ام المعلم سردينة. يا اهلا وسهلا نورتينا. خدها من خلقتي بقى. دي ختمت قفله منيله بستين نيله. يا رب ده انا مش عارف انا كده بخونه ولا بوفي. سانتياغو ايوه. دور لي وشها دور لي وشها. سامحني بقى يا معلم سردينة. كله الا كده. مش هقدر مش هقدر. عندما الغدر سعيدة يا خواجة خريستو. يا آخر يا آخر سيب خابة. كلميرة سيب خابة. كلميرة. إزاي ابنك الكبير يني؟ بخير الحمد لله. وابنك الصغير يني؟ بخير الحمد لله. وبنتك الأمورة يني؟ بخير الحمد لله. أنا بدي منك وقت توم وتزيدني عليهم لو تكرمت نص وقته. هنايه الاثنين. فادر جيم كامل. ممنونك ممنونك ممنونك. فادر جيم كامل. مساء الخير. لو تكرمت لو جالك توم شيع لي حد عند البيت. تحت امرك جيم كامل. مساء الخير. كلميرة. مساء الخير. سمحام. سعيدة يا فتحية. سعيدة مبارك يا سمحب. تفضلي يا فتحية. من مجهودي الشخصي وكدي وشقايا جبتلك كل طلباتك. البت لأكون نسيت حاجة. استرها يا رب. من جهة نسيت فانت نسيت يا سمحمد. نسيت قبولاتك ليا. أنا ما نسيتش قبولاتي يا فتحية. أنا بدي أقولك إني واخد على خاطري منك حبتين تلاتة. يا ندمتي؟ إزاي كده يا سي محمد؟ ده أنا أعشقك. إيه؟ ده أنا أعشقك. إيه؟ ده أنا أعشقك. انزاحي شوية يا فتحية. آه يا عفريتة. آه يا محتالة. آه يا بتاعت جوز ولا فرد. بتضايقيني؟ وترجعي تستغلي مرؤتي وشفقتي وطبتي لدرجة اني بفكر اصفح عنك. صدقني يا سي محمد غيابك عني في العمل بيزود من شكوتي وشجوني وبسهر طول الليلة ناجي القمر في غيابك. بس ده مش معناه يا فتحية انك ايه. هو ده سبب مضايقتي. نسيتي تصحي في الصباح تلمعي لي طربوشي لاجل منزل شغلي مرتاح. هو ده اللي اتعلمتيه في بيت والدك؟ طربوشك؟
طربوشك على راسي يا راجل. سامحني يا سي محمد، سامحني. زيدي في البكا والاسى لاجل اصفح عنك. اصفح عني يا سي محمد، اصفح عني، سامحني. عايزك تفهمي كمان يا فتحيه ان بكد وبكدح في الشغل، وساعات كتير بتعور، لكن لما نحوش التلاتة جنيه واجيب لك الراديو الترانزستور اللي يونسك في وحدتك. يا حبيبي يا سي محمد. يا ما نفسي يا فتحية إبليس يبعد عن عشنا شارعين تلاتة ونعيش في هدوء ومحبة، لا نكلم حد ولا نكلم حد، ونعيش في حبنا الهادي طول العمر. يا رب يا سي محمد. بتبكي ولا بدك ترجع يا فتحية؟ محبش أشوفك كده، عايزك شجاعة تتعودي على قسوة الأيام. مفيش ورد من غير قصرية ورد بالطين تشيله، والدنيا على كده وكده، واللي يدوق القسوة يحس بلذة النعيم. ربنا يخليك ليا يا سي محمد. فتحية أنا أحبك. إيه؟ أنا أحبك. إيه؟ أنا أحبك. بص كده. ازيك يا نادية؟ ازيك يا ممدوح؟ مالك يا ممدوح؟ متضايقة من حاجة؟ أيوة أنت اللي مضايقاني بصراحة يا نادية. أنا ممدوح؟ ليه؟ في إيه؟ 100 مرة قلت لك يا نادية أنا جوزك ولازم تسمعي كلامي، صح ولا لأ؟ أنا بسمع كلامك يا ممدوح، أنت بس قول لي عايز مني إيه وأنا أعمله لك. قلت لك كم مرة يا نادية ما تلبسيش بنطلون؟ وماله البنطلون يا ممدوح؟ مش عاجبك في إيه؟ مش مسألة مش عاجبني، بس بص حواليكي، إحنا بقينا في السبعينات يا نادية، سبعينات. شوفي مامتك، شوفي اصحابك، شوفي جدتك، كله بيلبس قصير. ولا انت مش واثقه من رجليك يا ناديه؟ لا يا حبيبي، انا بس خايفه لا تكون بتغير عليا. غير ايه يا بنتي؟ ايه الكلام القديم ده يا بنتي؟ احنا في السبعينات، فاهمه يعني ايه في السبعينات يا ناديه؟ مش معقول، لازم تتطوري. مش معنى ان انا علمتك تشربي بيره وسجاري بقى هو ده كل اللي انا عاوزه منك، في حاجات لسه يا ناديه. هي مثلا بصراحه ما تزعليش، شكلك لسه عايشه في اليشمك والملايه اللف بتاعت زمان. او نو. ولا نو ولا مش نو، يعني المزيكا بتسمعي ايه دلوقتي؟ يعني انا راهنك ان انت ما سمعتيش الولد الجديد اسمه هاني شاكر، قمر قمر قمر، واغانيه سكر، جنني جنني. عارفه اغنيته بتقول ايه؟ بتقول كده برضو يا قمر تطوعني على السهر، كده اهو كده اهو. ما انت عارف يا ممدوح يا حبيبي انا ما بسمعش غير اجنبي، البيتلز، الفيس بريسلي. انت هتفتي، ما انا قفشك من يومين بتسمعي احمد عدويه. او نو نو ايه وبتاع ايه؟ بقول لك عيشي السبعينات. انت مش شايفه السوالف قد ايه؟ ده انا بنهج منها وانا قاعد في العربيه. وبعدين عبقريه السبعينات، بصي بصي حواليكي حاجه افهمك. شايفه الجزمه دي؟ دي جزمة تيجي في أي عصر إلا في السبعينات، دي صب خرسانة، خلي بالك مش جزمة تافهة. عيشي فرفشي بقى وأنا هفرفشك أكتر. عايزك النهاردة تنيمي الولاد بدري عشان محضر لك مفاجأة عظيمة. بجد يا ممدوح؟ إيه هي المفاجأة الحلوة اللي أنت محضرها لي؟ هنروح نلعب قمار في عوامة واحد صاحبي. أوه نو، مش قادرة يا حبيبي يا ممدوح، أنت مش حارمني من حاجة أبداً. إدعي بس يتقبض علينا في الآخر عشان السسبنس يكمل. كده برضو يا قمر تصاحبني عالصار، كده يا كيكو. ايه ده وليد اللي معاك؟ قشطه، قول له بقى السهر النهارده صباح، ها ما يقوليش ساعه ويخلع، انا عارفه بياخد شبشب في البيت. يا ولا يا ولا، الجواز ده عايز رجاله. قول كيكو انا نازل مع اصحابي في افتتاح كافيه جديد، طيب واحد صاحبنا مبارك له وبتاع ساعه يعني ولا حاجه. تنزل؟ سوري، ناوي تنزل؟ لا مش ناوي خالص خالص. ايوه قعدت اقول لهم انا نازل نازل، بس قشطه فاكس اتحرقوا تحت في الشمس، انزل ايه بتاعي. بعدين كريم ده رخم قوي، هو كل الشله انا يعني ان شاء الله هقطعه ان شاء الله.
تحتش بالك. لنزل قال يا وليد. لا سوري يا معلم مش هنزل. لا 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 ما عنديش مود نزول، هزهق بصراحه، ما احنا لسه خارجين من 4 شهور. لا 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 فاكس بقى يا معلم. ما تفوتوش عليا تاني، ها مش ناقص احراج. اوكي يلا بقى. بتعمل ايه؟ نعم؟ بتعمل ايه؟ لا يعني قلت انفخ سيجاره كليفنج يعني. تدخن؟ واحنا بندخن في البيت عادي كده؟ صح صح سوري انا نسيت. معلش نسيت الرولز. معلش معلش انت عارف البني ادم نساي، انت يعني ساعات بتنسي. عادي عادي. كوكو انت كويسة؟ حاسة بحاجة في زورك؟ اشربي حاجة؟ مش عايزة تسافري؟ طب انا سافر. ايه الزفت ده؟ عايزة اتكلم معاك. شغلتك على خير يا حبيبتي، في ايه؟ فين قصة العين السخنة؟ نعم؟ قسط العين السخنة فين؟ اهدي بس، ما انا اديتهولك كان في ظرف قد كده اول امبارح. هو ده كان القسط؟ امال ده كان ايه؟ انا عملت بيه شوبينج. اوكي اوكي مبروك يا روحي مبروك. انا بس مدهوش، اصل انت عارفه انا قاعد من الشغل، لما ربنا يكرم ان شاء الله هكيش لك الشاليه باذن الله. انا مضحيه على فكره، انا ما بعملش بديكير، انا ما بعملش مانيكير، انا ما بعملش شعري، انا حاطه قصيته. اضحي اكتر من كده عشان حياتك قاعد من شغلك؟ معلش يا حبيبتي بس ما تنسيش يعني، يعني انت مستعجله ليه على العين السخنه؟ مستعجله ليه؟ علشان نرمين استلم الشاليه بتاعها امبارح وانا رايح اصيفن مع صحابي، يعني ايه الظلم ده؟ ده انت قلبتي لي كده؟ يعني اتجوزتي كان مستواكي ارقى من كده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الاسلوب ده؟ اوكي هكيشهولك بعد بكره ان شاء الله. ايوه امتى؟ ما انا قلت بعد بكره اعمل ايه؟ ممكن بقى اكمل فيلم عشان دمه خفيف قوي. لا يلا خش اقعد جوه. اقعد جوه ليه؟ عشان رشا جايه. طب ما انا عايز اتفرج على الفيلم. خش اقعد جوه. انت مالك بقيتي عصبيه ليه كده؟ يلا ممكن اخد تفاحه؟ لا يلا 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 يلا. يا كريم انت فين يا راجل؟ بقول لك يا كوكو، ما تعرفيش مفتاح الخزنه فين؟ عشان فيها السي في بتاعي، هقدم على شغل بكره ان شاء الله. زربه ولا خليني النهارده، ما ينفعش فوت الخروجه دي. حبيبتي المفتاح بتاع الخزنه شفتيه؟ كان في الدرج اللي في كوميدينو عشان السي في بتاعي. مش ممكن يا علاء، ده علاء كمان خارج معاهم. يا ستي قولي لي فين مفتاح اكسر الخزنه؟ انا ممكن اكسرها. خزنه ايه؟ الخزنه بتاعتنا عشان السي في بتاعي يقدم على شغل بكره. هو انت مش شايفني بتكلم ولا انا بهرج مثلا؟ صح 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 سوري ما بتهرجيش، انا اسف انا اسف. سلمي لي على علاء. انت بتعمل ايه؟ هجيب ماتش برشلونه النهارده اعتزال ميسي. ميسي؟ ميسي لعيب بحبه ما فيهاش حاجه. احنا كل يوم بنتفرج على برامج الطبيخ واحنا اصلا بناكل تيك اوي. انا ممكن اطلب طلب؟ ايه؟ انا عايز اتطلق. لا 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 ده انا بهزر بهزر يا عبيطه، وفي راجل يقول انا عايز اتطلق؟ خلاص خلاص اهدي اهدي. بقول لك يا حبيبتي ما تيجي نروح للدكتور يعني نعرض عليه الموضوع، انا خايف يخرج مره ما يرجعش تبقى مصيبه. يعني ازاي؟ اهدي اهدي هو هيلم، انا بقيت اعرف وقته خلاص. ايوه هيلم هيلم. استغفر الله العظيم اعف عنها يا رب. طب يا كوكو انا هدخل انام، تصبح على خير. تنام؟ تنام ازاي يعني؟ انام في ايه؟ انا عشان ما اقعدش استفزك اضايقك كله لمصلحتك. يعني انا افضل اشتغل طول النهار ويطلع عيني وحياتك بالليل تيجي تستفزني وتخنقني وعايز تنام؟ اخص عليك اخص عليك، انت بتعايريني عشان انت بتشتغلي وانا لا؟ وبعدين بذمتك انا بخنقك ولا بناكب فيك ولا بزهقك؟ تلوي بوزك كمان. لا دي لا بقى، انا بلوي بوزي؟ يعني انا هقبل كل حاجه الا حكايه البوز دي. انا اللي بلوي بوزي؟ امال اللي بيطلع منك دوت ويلطش في وشي وفي الحيطان ومبهدلني وخانقني في حياتي ده اسمه ايه؟ انا؟ ايوه انا. لا لا مش قادره اصدق والله العظيم ساعتها انا بقيت ما ضحكتش من قلبي كده. لا انا ضحكتي حاجه كاكا. انا عندي بوز. انت موهومه، انت اسمك الشارع كله بيقول عليك كوكو بوز. اسمعي كلامي، اسال ده انت مشهوره. كوكو مبوز كوكو مبوز.
اهو 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 قفش. ايه ده بيطول؟ انت بتطوليه ليه؟ ده بيلف عليا. يا نهار اسود يا فلاني، عم ابراهيم بواب الحق، كوكو بوسه هتموتني بوسه.